أنا أفهم من كلامك، أفهم من كلامك الولد يعني اللي بالسلطة من أخوتنا السنة القياديين يردون حصتهم، يعني ماكو اذهب ونكون. والله دكتور انت رجل اعلام ومن القامات الاعلاميه العربيه مو بس العراقيه، راح اشوفك ان شاء الله قريبا، راح اشوف. يعني هو احنا ليش يفشل عندنا رئيس وزراء؟ اي هو نفشله احنا القيادات السنيه والشيعيه والكرديه وغيره، قاده الكتل هم يفشلونه، ولا ماكو رئيس وزراء فاشل؟ احنا السابقين والموجودين كلهم ما شاء الله، سواء من اللي قبل السيد الكاظمي لحد السيد الكاظمي. نعم. ولكن يفشلوه لان ما يخلوه يشتغل كل من يريد مالاته. زين اذا اصر السيد الكاظمي الان، انا واصلتني معلومات انه القوى السياسية تقول له يفسرون له معنى انت حر في الاختيار، مثلا نعطيك 5 أو 10 أسماء احنا نعطيك اياها وانت اختار واحد منها، واذا ذول العشرة ما يكفون نودي لك 10 نوب بس بشرط تختار من الذي نحن نرشحهم لك. هاي هم ما بيه شيء، بس لا يختاروا لواحد يفرضوا عليه. وبنفس الوقت احنا ما نقول لرؤساء الكتل والاحزاب ان يبعدون نعم او يشيلون ايديهم عن رئيس الوزراء، لا، نريدهم يد داعمة لرئيس الوزراء، مو يد ضاغطة بحيث تغرقه وتغرق البلد. نعم. لا، يدعموه ويقووه، سواء كان بالبرلمان سواء كان بالحكومة التنفيذية. وأهم شيء أن يكون ترشيح وزراء وقادة للحكومة التنفيذية عراقيين يا أخي يستحون من الشعب، كان يستحون شوية. يريد أحد يستحي من المواطن. ما ظل أحد يستحي من المواطن، يطلع بالإعلام يصير سيدنا علي بن أبي طالب بنزاهته وبعدله، وهو شيء مو صحيح، والشعب العراقي كان يعرف كل شيء. نعم. إذا هذا كل شيء اللي يحشوه بالإعلام ذول القادة يحشوه بالإعلام كله صحيح، من هالنزاهة وهالكذا والكذا، لحد البلد من وصل لهالدرجة؟ صار العراقي قدي على دول الجوار، صار العراقي شهر الرابع أو الخامس ما يقدر يستلم راتب من إدارة بائسة، صار العراق كله صار ذيل لدول الجوار، وهو رأس وجمجمة العرب كلها. والله أقول لك إياها قدام العالم كلها، الذيول هم القادة المنبطحين، أما العراقي ما يصير ذيل. العراقي تاج على رأس كل ملك وعقال فوق كل غترة، أما الذيول هم اللي يعرفون أنفسهم. إحنا شعب حر، الذيول هم اللي يشتغلون ومنبطحين ونداس فوق رؤوسهم وفوق ظهوركم، اما احنا شعب بوقت الجوع ما طخينا راس. لا والله ما نطخ راس، وشعب شعب هذا. نعم. هذا عريق، بس مع الاسف انه صارت قيادته بيد ناس ما يعرفون قيمته. الله موجود شيخنا، سلم سلاح بيد جاهل. نعم. لو يقتل الناس بيه لو يجيش مرة بالوساخة.